بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي أفريقيا، أبناء الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. اليوم إن شاء الله لقاء جديد وجنحة جديدة مستحدثة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ألا وهي جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية، حيث وردت وكثرت وتعددت المشكلات والدعاوى القضائية، وذلك لسيطرة أحد الورثة على كل تركة المورث والانتفاع بها واستغلالها الاستغلال الأكثر لمصلحته الخاصة، ويمتنع عن تسليم الورثة حصصهم في الميراث المتروك عن مورثهم، ويستغل التركة لحسابه الخاص دونه. وقد جرى التعديل المذكور بشأن المواريث، وقد ورد بالمادة 49 الباب التاسع بعنوان العقوبات، حيث نصت المادة على أنه ما عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ولا يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوة ولو بعد صيرورة الحكم بات. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، كذلك للمتهم والمحكوم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة. يعني يجوز الصلح في جريمة أو جنحة الامتناع عن تسليم حصص ميراثية، يجوز الصلح فيها في أي حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم نهائي فيها، وحتى لو كان الحكم ينفذه المحكوم عليه، يجوز الصلح في أي مرحلة، ويتم إيقاف العقوبة إذا تم الصلح. ويجوز لأي شخص له مصلحة في الجنحة أن يثبت الصلح أمام النيابة العامة. إذن وكما تعودنا دائما في حلقاتنا السابقة في برنامجنا أن نتقدم بمفهوم موضوع الجنحة نفسها. مفهوم الجنحة بينحصر في غصب أحد الورثة وسيطرته على الحصص الشرعية لباقي الورثة وامتناعه عن تسليمهم إياها. سيطر على التركة وسيطر على حصص الورثة ومش عايز يدي حد حاجة. ولذلك نتحدث عن شروط هذه الجنحة لإقامة هذه الجنحة، شروط قانونية. أول يبقى حديثنا في الأول دلوقتي حسب نص المادة، زي ما قلنا حسب نص المادة هنتكلم عن تفاصيل الجنحة الوارد بالمادة 49 في الباب التاسع بخصوص الميراث. شروط الجنحة هي كالآتي: 1-
أن تكون هناك تركة تركها المورث. 2 أن يسيطر على التركة أحد الورث. 3 أن تكون هناك مطالبة من الورثة له بحصصهم. 4 امتناع الوارث واضع يده على التركة من تسليم الورثة حصصهم الشرعية عمدا. 5 امتناع الوارث المسيطر على أوراق مورثه عن تسليم الورثة مستندات لديه وقد طالبه الورثة بها وامتنع عمدا. تلك هي الشروط القانونية لإقامة الجنحة. يعني لابد يكون في تركة تركها المورث وإلا الجنحة ملهاش محل، ويكون أحد الورثة مسيطر على التركة وبيستغلها لحسابه الخاص وبيمنعها عمدا عن باقي الورثة وبيمتنع عن إنه يسلمهم أي مستندات موضوعة تحت يده خاصة بالتركة، برغم إنهم الورثة باقي الورثة طلبوا المسيطر على التركة طلبوه بحصصهم ورفض، وطلبوه بالمستندات ورفض. كل هذه الأحداث تتم عمدا من الوارث المسيطر على التركة بتعمدي بمنع باقي الورثة من استغلال حصصهم أو استلامها أو أي مستند من المستندات التي تركها مورثهم جميعا. وجنحة الامتناع عن تقسيم حصة ميراثية نشرحها كل شرط بمنتهى البساطة منفردة. طيب زي ما قلنا احنا كده الشروط، احنا عندنا 5 شروط زي ما قلناها كده، ان يكون في تركة اكيد وإلا هيتنازع عليه، لازم يبقى في تركة المورث تركها متنازع عليها واحد الورثة سيطر عليها ومش عايز يدي باقي الورثة حقوقهم برغم انهم طلبوه ومع ذلك بيمتنع عمدا. يعني لازم يتحقق هذا الشرط انهم طلبوه فعلا وتحقق لديه العمد في امتناعه عن تسليم حصصه، او اذا كان لديه اي مستند خاص بالتركة بينطبق عليه نفس الحكاية طلبوه بالمستند ويمتنع عن تسليمهم هذا المستند او اظهاره. كيفية تحرير الجنح: بيتقدم الوارث المجني عليه ببلاغ لاسم الشرطة في دائرة الورث المتهم والتركة بشرح الواقعة بتقديم الإعلام الشرعي وهو تحقيق الوفاة والوراثة. يعني بيقدم في محضر الشرطة اللي في دائرته التركة والوارث المسيطر على التركة بيقدم ضده بلاغ في محضر الشرطة باسم من له صفة سواء كان وكيلهم الرسمي أو هم الورثة نفسهم بموجب الإعلام الشرعي، وبيانات أو صورة عقد أو أي مستند يرشد على التركة اللي هو بيشتكي عشان موضح طبعا حدودها وموضح بياناتها وافية ومكانها وموقعها وكل شيء عنها بيحررها في المحضر، وإذا كان هناك صورة من عقد ملكية أو أي مستند يفيد ذلك بيرفعه بمحضره عشان يبقى فيه مستند أو دليل على صحة أقواله، وبيحرر محضر من الشاكي، بيتحرر في الاسم اللي هو في دائرته الخاصه زي ما قلت بشكوى الشاكي محضر ضد المورث الممتنع عن تسليم الحصه الميراثيه او المستند، ويبين الشاكي في محضره الشيء اللي بيطالب بيه اذا كانت الحصه الميراثيه او المستند ويوضح كل شيء تفصيلا. بيتأيد المحضر برقم جنح في الاسم التابع له التركة او المتهم زي ما انا قلت دلوقتي، بيتأيد المحضر برقم جنح وبيرسل امين الشرطة او الضابط محرر المحضر للمتهم او للوارث اللي هو مسيطر على التركة بيرسل له اخطار بالحضور لاستيفاء المحضر، واذا لم يحضر يتم إرسال المحضر للنيابة العامة لتتخذ شؤونها حيال الواقع، ويحدد عن طريق جدول الجنح في المحكمة جلسة لهذه الجنحة التي تحددت بموجب نص المادة
49 من القانون 219 لسنة 2017 بشأن المواريث. وتعرض الجنحة أمام محكمة الجنح، وفي أول جلسة نوجه إلى ضرورة الحضور من أول جلسة وتقديم أي مستند رسمي يفيد صحة موقفك القانوني من الجنحة وصحة مطالبتك بحصتك الميراثية الممتنع المتهم الوارث المسيطر على التركة عن تسليمها لك. تقدم كل ما يفيد هذه الواقعة، ثم تدعي مدنيا بما يفوق النصاب الانتهائي للمحكمة اللي حسب التعديل الجديد بتاع القانون 15,000 جنيه، تدعي مدنيا بالتعويض المؤقت ضده ب 15,001 او ما يفوق ذلك، اللي هو القانون اللي هيتطبق من 1/10 ان شاء الله بتعديل قانون الاجراءات الجديد بخصوص الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية. بتدعي مدنيا بالتعويض المؤقت ضد الوارث المتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية، والمحكمة بتؤجل الجنحة لإعلانه بالدعوة المدنية إلا إذا كان حاضرا بشخصه، فتكون الدعوة المدنية موجهة في مواجهتي بشخصي أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوات جاهزة من أول جلسة وجاهزة للحكم فيها إذا حضر بشخصه. وإذا لم يحضر بشخصه أجلت المحكمة الجنحة لمدة محددة لإعلانه بالدعوة المدنية ولحضور الجلسة المحددة الجديدة، وبكده تكون دعوات جاهزة ومستعد للحكم فيها. وعشان كده دايما أقول إنك أنت تروح من أول جلسة جاهز معاك حافظة مستندات بما يدل على موقف المدعي بالحق المدني او المجني عليه اللي هو الوارث اللي له حصه ميراثيه مش عارف يستلمها، يكون مع حافظ مستندات تثبت حصته الميراثيه، الاعلام الشرعي او اي شيء يخص التركه اللي مش عارف يستلمها، او اي مطالبه حدثت اذا كان بدعوى قضائيه بدعوى قسمه او بدعوى ريع او باي مستند رسمي او حكم صدر على ذات التركه ضد الوارث الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية، يقدم ذلك كله بحافظة مستندات أمام المحكمة ليؤكد إدانة المتهم الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية. وعندما تعلن الدعوة المدنية، طبعا الدعوة المدنية بتعلن بالطريق اللي احنا قلناه في الجنح في الحالات أو في العلقات السابقة رجعوها، ان بيتحرر الاعلان بدعوى المدنية وبيعود لسكرتير جلسة الجنح بيأشر له عليها بالرسوم او بتصريح المحكمة، بيروح لرئيس الألم الجنائي بيقدر له الرسم على الدعوى المدنية، وبيبقى حسب الادعاء اذا كان 15,001 ولا 100,000 ولا زي ما هو عايز، بيدعي مدني مؤقت بمبلغ قد ايه، بيتقدر عليه رسوم، بيروح الخزنة يدفع رسوم ويرجع يختم الإعلان بختم النسر من رئيس الألم الجنائي، ثم يذهب إلى ألم المحضرين المختص لتسليم الإعلان ليعلن للمتهم الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية. وبعد إعلان وتمام الإعلان بوصوله إلى المتهم، بيستلم المجني أو المدعي بحق المدني في هذه الحالة بيستلم أصل الإعلان ويخليه معاه لحد ما تيجي الجلسة المحددة لنظر الجنحة، بيقدمه لرئيس المحكمة في نظر الجلسة وبيصمم على طلبه في الشق أو الدعوة المدنية. والمادة 49 في نصها بتقول إيه بقى؟ بموجب نص المادة 49 من القانون اللي احنا قلنا عليها بيصدر الحكم فيها يا إما حضوري شخصيا بحضور المتهم شخصيا، وإما حضور اعتباري بحضور المحامي بتاعه عنه، يا محامي حضر بتوكيل يا هو حضر شخصيا. وبتحكم بالعقوبة الواردة بالنص اللي احنا قلنا عليه اللي هي 6 أشهر التي تقضي بها المحكمة وكفالة لوقف التنفيذ لحين صيرورة الحكم النهائي بالاستئناف مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة. وكده يبقى صدر حكم بالإدانة ضد المتهم الوارث الممتنع عن تسليم باقي الورثة حصصهم الميراثية حسب نص المادة 49
اللي تم تعديله بشأن قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 1219 لسنة 2019 في سنة 2017 لسنة 2017 في المادة 49 اللي هي موضوع جنحة الامتناع عن تسليم حصة مراثية اللي احنا بنتناولها النهاردة. المادة دي طبعا شملت العقوبة، وفي حالة العود شددت العقوبة، يعني هو صدر ضد حكم وبرضه ما التزمش وما امتثلش وما سلمش الورثة حصصهم الميراثية، يجوز إقامة الدعوة تاني عليه وتشدد العقوبة عليه باعتبار ان ده عود في ارتكاب الجريمة. اعزائي، هذه كانت جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية، وتحتاج الى اتقان في اقامتها ومستنداتها، وذلك ليحصل المتهم الممتنع عن تسليم حصة ميراثية على حكم يكون هو الردع والرادع له لتسليم الورثة حصصهم في ميراث مورثهم. وبذلك اعزائي نكون قد تناولنا بالتوضيح كل عناصر جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية.